بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا ومرحبا بكم أعزائنا الحضور في ندوة من أعمال ونشاطات مركز الرافدين للدراسات الاستراتيجية راسام عن ثورة شاهدة على حياة العراقيين وصبرهم وإبائهم وشموخهم وعدم رضوخهم للمحتل، عن ثورة في ذكراها 99 وهي لا تزال تشتعل اتقاداً في ذاكرة العراقيين، وكيف لا، وهي من أيامهم المشهودة، فحياة الشعوب والأمم تقاس بعدد ما تقدم للبشرية من قادة وعلماء وشعراء وثائرين يمثلون عنوانها الكبير في صناعة الحياة. إنها ثورة الهوية العراقية في وجه طغيان فرق تسد، فكان هؤلاء الرجال الذين ينتمون لهذه الثورة بما ينتمون إليه من عشائر أصيلة، عناوين مجد وفخر لكل عراقي أبي. لا يخفى عليكم أنني أتحدث عن ثورة 20 وهي تقترب من ذكراها 100، أي بعد عام من هذا التاريخ ستبلغ 100، ولا يزال العراقيون شيباً وشباباً، رجالاً ونساءً، يذكرونها ويذكرون تفاصيلها ويذكرون ثوارها ويذكرون مواقعها. هذه الذكرى تمثل للعراقيين منارةً يهتدي بها التائهون عن جادة الصواب، ويفتخر بها المتمسكون بالحق الجمعي العراقي. لعلنا نبدأ أول أوراق هذه الندوة مع ورقة الباحث الدكتور، وهو باحث في التاريخ، الدكتور عدنان سامي الزرري، والتي جاءت بعنوان التطورات السياسية الناشئة عن الثورة، المجلس التأسيسي أنموذجاً. فليتفضل مشكورة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا الأكرم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أساتذة الأفاضل، إخواني الأفاضل. شكراً جزيلاً في بداية الحديث لإخواني في مركز الرافدين للدراسات الاستراتيجية على الدعوة الكريمة لإلقاء مساهمة متواضعة عن موضوع مهم جداً من نتائج ثورة 20. في البدء، على الرغم من تحديد المدة للبحث قصيرة جداً، على الرغم من أن الموضوع مهم جداً لأن أسس لقيام دولة عراقية، لابد أن نتساءل أنه 10 عقود من الزمن نعيد في ذاكرتنا كيف كان الوضع، لا وجود اتصالات ولا تكنولوجيا ولا وضع. الجانب الثاني، كيف تعامل العراقيون مع المحتل؟ هل تعاملوا كيد واحدة أم كانوا متفرقين شعباً وجماعات؟ ما هي الإنجازات اللي حققوها؟ كيف حققوها على مراحل؟ تعاملوا بتطرف أو بعقلية مقبولة؟ كيف انتهجوا أي نهج سياسة؟ انتهجوا الجانب السلمي فقط أم الكفاح المسلح فقط، أم مزجوا ما بين الاثنين؟ هذه كلها برؤية. من هم الشخصيات؟ المحتل كيف رضخ؟ هاي تساؤلات. المحتل كيف رضخ للعراقيون بممثلة بما عرف بتلك الفترة بالحركة الوطنية العراقية؟ الحركة الوطنية ضمت كل أطياف الشعب العراقي، بحيث أن سكرتير عام الحركة الوطنية على مستوى العراق هو متي سرسم، وهو مسيحي من الموصل. إذن كان هنالك عمل جمعي. هذا العمل الجمعي نتج، ما هي المراحل اللي تعاملوا مع المحتل؟ المرحلة احتلال، انتداب، إشراف، استقلال. إذن هذه ما هي، يعني منو اللي السبب اللي وصل لهذه النتيجة؟ هو تعامل العراقيين على مستوى المراحل.
زين. الآن نحن في أواخر الدولة العثمانية، دخلت الحرب العالمية الأولى، البريطانيون لاحظوا أن الدولة العثمانية دخلت مع دول الحلف المركزي المحور ضد الحلفاء، فشافوا أن العراق كما نعلم جميعاً، على الرغم من أنه تعرفون حضراتكم أنه نحن كنا ثلاث ولايات، ولاية البصرة والموصل وبغداد، وفي بعض الأحيان ولاية شهرزور اللي هي السليمانية، وأكثرها بعض الأحيان يدمجوها ويا الموصل. 400 عام ثلاث ولايات. الآن الإنجليز لاحظوا أنه العراق موقع استراتيجي مهم كما نعلم، وكل الرحالة العرب والأجانب القدماء والمعاصرين من يقولون عند المقولة من يسيطر على العراق يتسلم مفتاح المشرق، هذه واقع، موقع استراتيجي مهم بكل اعتباراته، فضلاً عما يمتلكه من ثروات معدنية وثروات كاملة، وحتى المياه تعرفون كان شركة لينج البريطانية، كان أكو نهر يعني، كان أكو تجارة من الدولة العثمانية ينزل إلى البصرة إلى الجنوب ينزل. هذه خلت البريطانيين يجون يحتلون العراق، فأول قدم دنست أرض العراق الطاهرة على أرض الفاو في 26 الثاني 1914. ما هي المدة اللي قضاها المحتل احتلال العراق بالكامل؟ راح نلاحظ. اثنين، تقدموا البريطانيين في 23 تشرين أخذ البصرة، بعدين وصلوا يم الكوت. للأمانة وهذا ما راح يمكن يعني لأن على ما راح أتحدث بالحركات العسكرية، بس بشكل قفزات أن أعلن الجهاد المقدس، وهذا الجهاد كان للعراقيين وقفة بكل قوياتهم. يعني أحد أغوات الأكراد من إحدى العشائر بالتونكبري استشهد في المعركة. إذن كان هنالك استجابة مع الجيش العثماني، وحدث حصار الكوت. حصار الكوت دام 5 أشهر. هذه 5 أشهر نتج عنا استسلام القائد البريطاني تاوزند ومعانه 13,000 ضابط على جندي، ساقوهم أسرى إلى الأستانة إلى مقر الدولة العثمانية. هذه الحقيقة خلت المحتل أن يعزز قواته بشكل كبير، فجاء غيروا، جاء الجنرال ستان مود، جاء مود تقدم، دخل بغداد في 11 آذار 1917. من دخل بغداد ذاع بيان، وكلتنا نعرف سلوكية المحتل عندما يقول يدر الرمادة على العيون، قال إننا جئناكم ليس أعداء فاتحين وإنما دخلنا محررين. اتخذ القرار باتجاه أنه احتلال العراق بأجمعه، تقدموا وصلوا إلى منطقة تبعد عن الموصل 12 ميل جنوب الموصل اللي هي منطقة الفتحة، وين بيجي قبل المصفى مكتوب عليه إلى ناحية الرياض، تروح باتجاه كركوك. هناك أعلن هدنة مودرس. هاي الهدنة في 13 تشرين الثاني 1918 أعلنت الهدنة. فمن أعلنت الهدنة إيش اللي صار؟ أنه توقف القطاعات، وزارة الحرب البريطانية اتخذت قرار احتلال العراق بالكامل، فصدر أمر بالتقدم باتجاه احتلال العراق بالكامل. الجيش العثماني انسحب إلى نصيبين، لم يحدث قتال من هناك. ولهذا أنا ركزت على هذه النقطة لأن لها ربط بالمجلس التأسيسي العراقي على توقيع المعاهدة العراقية البريطانية لاحقا، يعني ربط موضوع مهم جدا، قضية ولاية الموصل. دخلوا وبدأ، عينوا لجمن حاكم سياسي على الموصل، أول حاكم سياسي. عندما عينوا أنه اتخذوا للموصل إدارة خاصة. ما هي الأسباب اللي دعتهم؟ أنه حسب تعرفون حضراتكم، حسب اتفاقية سايكس بيكو، أن الموصل تكون لفرنسا ضمن اتفاق سايكس بيكو. لكن حدث تعديل فيما بعد في مؤتمر سان ريمو اللي صار به على الشكل التالي، أن يكون الانتداب الإشراف الانتداب البريطاني على فلسطين والعراق، وأطلقوا يد فرنسا في سوريا ولبنان. عندما أطلقوا يدهم كان هنالك تعرفون حضراتكم حكومة دمشق العربية اللي يقودها الأمير فيصل بن الحسين، فما تخلوا عنه وصارت معركة أكبر معركة، معركة ميسنون، ويستشهد بها العظم وزير الدفاع في حكومة دمشق العربية. خلال هاي الفترة أنه الآن بعد هاي العمليات نسأل السؤال، هل العراقيين وقفوا مكتوفي الأيدي؟ ما هي الإجراءات؟
نحن نعرف أواخر الدولة العثمانية أعيد العمل بالدستور، فصار متنفس، صارت انتخابات 1912 لانتخابات مجلس المبعوثان العثماني، والانتخاب على مرحلتان أو مرحلتين، ينتخب منتخب ثانوي ثم النائب. الحقيقة حزب تركيا الفتاة أو الاتحاد والترقي هو اللي سيطر من خلال جمعية تركيا الفتاة على الموقف، فصار انتخابات. هاي الانتخابات خلقت نوع من الوعي، طعوا مجال للصحافة كذا، فصار هنالك وعي جديد. الآن الشخصيات اللي حدثت في أواخر الدولة العثمانية وكان لهم موقع هناك أو كانوا ضباط أو سياسيين أو أصحاب شهادات، سيكون لهم دور كبير فيما بعد في وين؟ في الدولة العراقية. فحدث تشكلت جمعيات، هاي الجمعيات هي اتخذوا انتهجوا نهجين العراقيين. النهج الأول هو اتخاذ المقاومة السلمية، والنهج الثاني الكفاح المسلح كطريق للتخلص من المحتل. المقاومة السلمية اتسمت بما يلي: تأسيس، صدر قانون الجمعيات عام 1922، أسسوا أحزاب، وأقوى حزبين هما حزب النهضة وحزب الإخاء اللي يقوده جعفر أبو التمن والشفرتشي. عندك الحزب الحر، كان حزب السلطة اللي أسسه محمود النقيب ابن رئيس وزراء، أول رئيس وزراء في حكومة العراق الوطنية المؤقتة هو محمود بن عبد الرحمن الجيلاني النقيب، نقيب أشراف بغداد. أسسوا أيضا جمعيات في الموصل، جمعية الآداب وجمعية النادي العلمي، وكانوا واجهات للتحريض على المحتل وضرورة التخلص منه. أيضا أسس في بغداد وأسس في النجف وفي كربلاء وفي البصرة وتقريبا أكثر محافظات العراق. صار هنالك مقاومة سلمية من خلال الصحافة، من خلال المنابر، وأيضا من خلال التوعية اليومية للحركة الوطنية. اللي حصل هذا جعل المحتل يفكر أن هذا الشعب ما ممكن قيادته باستخدام القسوة والسطوة. فحدث انتقلوا من مرحلة الاحتلال إلى مرحلة الانتداب. العراقيين جو شوق قرروا الانتداب، شافوا مؤطر نفسه هو احتلال بس مؤطر بثوب جديد، هو الانتداب. فإذا لابد من وقفة. هذه الوقفة اتسمت بالتظاهرات. أقوى المظاهرات حدثت في ذكرى المولد النبوي الشريف في عام 1920 في نيسان، أن صارت عرف بحركة المندوبين اللي صار أكبر تجمع في جامع الحيدر خانة، وصارت يعني كلمات حماسية وطلقت مظاهرة، وشكلوا مندوبين، شخصيات مندوبين، جعفر أبو التمن ويوسف السويدي. وهاي الشخصيات من بغداد موجود أسماء، راح إن شاء الله بعد هذه نتليها عليكم. المطالبين مع حركة أيضا قوية كانت بالموصل بحركة المندوبين، أيضا خرجت مظاهرة قوية يقودها سعيد الحاث ثابت ومتي سرسام وعاصف وفائي، هذول الشخصيات اللي كانوا لهم مؤثرين في المجتمع. قابلهم المندوب البريطاني وأبلغهم أنه سيكون هنالك تطور جديد هو باتجاه تأسيس الحكومة. البريطانيين أبلغوا المندوبين الحكام العسكريين للولايات للألوية أنه هل بالإمكان إقامة حكومة عربية يقود أمير عربي، زين ومن يكون هذا الأمير؟ هذه التساؤلات حقيقة هذه عمل عملية، شو عملية سحب للمواطنين من المشاعر والاندفاع باتجاه التخلص من المحتل. لكن العراقيين اتفقوا أن يكون هنالك الطريق الثاني هو الكفاح المسلح، وهذا الكفاح المسلح هو اللي توج لتأسيس لقيام أول تأسيس يسمى الدولة العراقية ما كان، وهو بدأت بحركة تلعفر اللي تقدموا من سوريا في 4 حجيرات، واللي أشرف عليها طبعاً ضباط الجيش العراقي، ضباط الجيش اللي كانوا في الجيش العثماني سابقاً ثم التحقوا مع الأمير فيصل ابن الحسين في حكومة دمشق العربية، نوري السعيد، ياسين الهاشمي،
مولود باشا مخلص وعلي جودة الأيوبي طه الهاشمي، تقدموا متطوعين عراقيين بتدريب في حكومة دمشق العربية من داخل الأراضي السورية، كانوا بالتدريب في معسكر تدريب في دير الزور، قدموا وحرروا تل أحفر، حرروا قلعة تل أحفر وقتلوا وكيل الحاكم السياسي. وأفضل مما كتب عن هذا الموضوع اثنان هما من أهل تل أحفر، محمد عبوش التل أحفري كتب عن حركات تل أحفر، وكتب محمد يونس السيد وهب، هذول سادة تل أحفر، كتب عن ثورة العشرين ودورة، وكان عندهم لحد يعني قبل الاحتلال نعرف عندهم المسدس وعندهم يعني مال الوكيل الحاكم السياسي موجود. هذه الحقيقة. لكن من تقدموا باتجاه الدشت، اكو منطقة بعد تل أحفر من منطقة اسكي موصل الى الموصل، منطقة واسعة يعني مفتوحة، فجت الطائرات البريطانية وقدروا ان ينهون الحملة. هذه الشرارة امتدت إلى العراق إلى أن توجت بثورة العشرين، واللي ما راح أتحدث عنها لأنه موضوع آخر. نحن الآن نرجع على الربط أن هذه الثورة، وهو كما تعلمون حضراتكم أن تعريف الثورة هو التغيير الجذري والشامل لكل مناحي الحياة. فالآن تساؤل، هل ثورة العشرين قدرت أن تغير تعمل تغيير جذري وشامل لي؟ بلد كان مقسم إلى ثلاث ولايات أصبح دولة وحدة العراق، هل أسسوا لدولة اسمها العراق؟ هل قدروا أن يرتقون بالمستوى وفي الجوانب الاجتماعية والاقتصادية ويرسون دعائم دستورية وبرلمانية؟ هذا ما سنلاحظه عندما طالبوا بالموضوع. البريطانيين عقدوا اجتماع مؤتمر القاهرة برئاسة تشرشل وزير الدفاع الحرب البريطاني، وهذا القرار قرروا أن يكون هنالك قبل أنه هي مؤسسوا حكومة عراقية مؤقتة، عندما جاء بيرسي كوكس أول مندوب سامي بريطاني على العراق. إذا انتهى دور الحاكم المدني أو المندوب المدني بالعراق، الآن صار مندوب سياسي. إذا يعني صار شنو؟ إشراف بريطاني حددته عصبة الأمم بما يلي، أنه يبقى 3 سنوات الإشراف ثم ينتقلون إلى تأسيس دولة أو حكومة. اللي حصل أنه اختاروا شخصيات عراقية معروفة، عبد الرحمن الجيلاني النقيب رئيس الوزراء اختارونه، واختاروا عدد من الشخصيات من العراق كلته، شكلوا أول حكومة عراقية وطنية مؤقتة. إذن هنا بدأ التطور باتجاه تأسيس شيء. الجانب الآخر هو أن وزير الحرب التشرشل في المؤتمر قرر ما يلي، قرر أنه تسمية فيصل ملك على العراق، فسووا استفتاء. الاستفتاء طبعا خلوه للوجهاء بس وشيوخ العشائر، فوافقوا على أن يكون أمير عربي يحكم العراق وفق نظام ملكي دستوري وليس جمهوري، لأن رفضوا مرشحين عراقيين من أبرزهم كان طالب النقيب، وأيضا رفضوا أن يكون نظام جمهوري. اللي حصل أن تسمية فيصل، فنصف فيصل في 23 آب 1921 ملك على العراق، وألقى خطاب حدد بينه مهام تأسيس مجلس، هم قسم يسمونه مؤتمر وطني وقسم يسمونه هو تسميته الصحيحة المجلس التأسيسي العراقي. حددوا مهامه بثلاث مهمات: أولا إقرار المعاهدة العراقية البريطانية، اثنين إقرار قانون أساسي أو دستور للبلاد، 3 إقرار قانون للانتخابات لمجلس النواب. الانتخابات الأولية أن العراقيين شافوا أن المعاهدة هي أطرت، معاهدة هي احتلال كامل، فإذا عليهم أن يصدون. فعلا صدوا للانتخابات، وأفشلت أول انتخابات في عام 1922، لم يحدث انتخاب مجلس تأسيسي. كانت المعارضة قوية جدا حقيقة في بغداد والموصل، فقام الملك فيصل بزيارة الموصل في 1923 بدايتها، ومأدبة غداء قام أعيان الموصل بها، فطلب منهم أنه عليكم أن نتوحد ونأسس مجلس، ننتخب مجلس تأسيسي حتى نروح باتجاه أنه ندخل عصبة الأمم وننال الاستقلال. زار بعد علي جودة الأيوبي وزير الداخلية وطلب من أهل الموصل
من الأعيان أنه يشتركون بالانتخابات، ووضح لهم أنه الشفافية راح تكون، وطعهم مواعيد كوزير داخلية. المهم حصلت الانتخابات، حصلت الموافقة، تفاوض ملك فيصل مع هنري دوبس المندوب السامي البريطاني، وأعلنت الانتخابات. جرت الانتخابات بداية عام 1924. الانتخابات يوم 9 شباط أعلن عن الهيئة التفشيش الشيعة أو ديوان الانتخاب سمونه ديوان الانتخاب. الآن التساؤل، كيف تم اختيار أعضاء المجلس التأسيسي؟ مين؟ من أي طائف؟ من أي قومية؟ من أي نوع؟ شون اتخذوهم؟ جابوا لواء لواء، جابوا لواء بغداد. شقد النفوس؟ حددوا كل 200 بواحد ينتخب له واحد منتخب ثاني، وعلى مرحلتين طبعا، نفس النظام الدستور العثماني. اثنين، هذا الانتخاب ينتخب عضو في المجلس. لما جاءوا شافوا الموصل أكبر من بغداد بعدد النفوس والمساحات، عفونا لواء الموصل من الشرقاط إلى زاق 7 قضية به ما عدا الموصل، ف14 نائب حصص للموصل و11 إلى بغداد، 100 نائب قسموه على المحافظات، بصرة 11، كربلاء 1، النجف بعد ما كان صارت محافظة. إذا طعوا الحصة قسم 8، قسم موجودة بالجدول وهذا، إذا 8 رجعوا قالوا لا، هذه المية يجوز ما يفوزون لهذا، زين شنو العشائر؟ لازم نعطيهم مكانة، إذا نعمل مقطوع العشائر. نجي عن نسب مال العشائر في الألوية، خصصوا قسموها، طلعوا 20% حصة العشائر. رجعوا قالوا زين أكو عندنا مسيحيين وعندنا يهود عراقيين، شلون نتعامل معهم؟ طعوهم نسبة 5 بالمحافظات اللي بيها كثافة سكانية منهم، يعني مثلا الموصل، بغداد، البصرة بيها مسيحيين كثير، طعوه 5 مقاعد، 2 باثنين وواحد بالبصرة. اليهود قالوا هاي موزعة على 4 محافظات، كركوك بيها يهود، موصل، بغداد، البصرة، طعوه 5، 2 باثنين بواحد بواحد. فإذا صار هنالك توزيع للكل بحيث الكل تجي تمثل كل أطياف الشعب. إذا هذه الاستحقاقات في عملية المجلس. افتتح المجلس، ألقى الفيصل الأول خطاب، حدد لهم هاي المهام الثلاثة. انتخبوا عبد المحسن السعدون رئيسا لمجلس النواب، والنائب ماله ياسين الهاشمي. بدأوا قدم رأسا جعفر العسكري رئيس الوزراء، قدم مذكرة لإقرار المعاهدة العراقية البريطانية، زين رأسا وافقوا. هو مدة المجلس طبعا، حتى أختصر، مدة المجلس 4 أشهر وأسبوع 10 أيام. لجنة المعاهدة اختلفوا طبعا هم، فشكلوا لجنة برئاسة ياسين الهاشمي وبيها 15 عضو، طعوا للموصل عضوين لأنه أكبر كلتهم. عقدت 29 اجتماع نهاري و20 اجتماع مسائي للمدة من 27 آذار، طولوا 2 شهر و10 أيام بس في مناقشة المعاهدة العراقية البريطانية. خلال المعاهدة وقعت معاهدة سيفر مع تركيا من قبل الحلفاء، اللي حصل أنه اتفقوا الأتراك في قضية ولاية الموصل، أنه يقولون نحن وافقنا على السلام بهدنة مودرس، إذا ما باقي هو تابع للدولة العثمانية. البريطانيين ما قبلوا، صارت مفاوضات لمدة 3 أشهر، إذا ما يصلوا إلى نتيجة حلوة العصبة الأمم، وصار استفتاء بعدين، تعرفون الاستفتاء تحول إلى اللي حصل أن بعد 3 أشهر لم يتوصلوا إلى اتفاق. خلال مناقشة المعاهدة أسقط بيد العراقيين أعضاء المجلس التأسيسي أنه هنالك مشكلة كبيرة اسمها ولاية الموصل راح تروح. إذا النواب قالوا يابا هاي المعاهدة ثقيلة، أثقل من وطأة الاحتلال، ماذا نفعل؟ انقسموا 3 أقسام. قسم قالوا نوافق على المعاهدة من أجل ولاية الموصل، قسم قالوا لا، نرجع نعمل تعديلات ومفاوضات جديدة مع بريطانيا. القسم الآخر اللي هو كان كلش متشدد قال لا، نرفضه كامل. وأول واحد أعلنه أغا محمد رشيد أغا تترخان البرواري، أمير قبيلة أو عشيرة البرواري بارا في شمال العراق، قال أنا محمد رشيد البرواري من ممثل نائب عن عشائر الموصل، أعلن بعد التوكل على الله
وروحانية رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلن رفضي رفضا كاملا لمعاهدة. أيضا الشيخ عجيل الياور كان له موقف قال يعني خلونا بين مسألة مهمة أنه ساومونا بالبيع والشراء، إما أن نخسر الموصل وإما أن نستسلم لمعاهدة وطأتها ثقيلة جدا. أقدم اعتذاري قبل شكري للدكتور عدنان الزرري، لا عفوا، الذي حدثنا برشاقة الفارس الخبير بالتاريخ واستطاع أن يمخر عباب هذه المراحل بفروسية عالية. أعتذر منه لضيق الوقت، لكن لنا في المداخلات والأسئلة إن شاء الله فسحة من الوقت. أنتقل وإياكم بمعية الدكتور فالح الخطاب الباحث السياسي والكاتب في ميدان الاستراتيجيات ليقدم ورقته البحثية التي جاءت تحت عنوان مؤتمر القاهرة 1921 وآثاره السياسية على العراق، فليتفضل مشكورة. بسم الله الرحمن الرحيم. مؤتمر القاهرة الذي عقد في العام 1921، أسميحكم عذراً أني أريد أن أتوقف عند محطات معينة وأترك التفاصيل الكثيرة إلى الورقة ذاتها، لأن التاريخ ينبغي أن نقف عليه بتمعن. والعراق الآن للشيء العجيب أنه نحن الآن نتحدث، والعراق بلدنا الآن يمر في محنة كبيرة جداً، محنة الاحتلال، وأكثر من احتلال الآن، فيه شركاء يعني متشاكسين أو فالعراق هو ذات العراق الذي نتحدث عنه الآن، ذات البلد، والعوامل الكثيرة الآن تبدو متشابهة فيما جرى قبل يعني عن هذه الفترة اللي نتحدث عنها. بالنسبة لمؤتمر القاهرة، الأوضاع الاقتصادية لبريطانيا بعد الحرب العالمية الأولى فرضت على بريطانيا إدخال تعديلات في شكل إدارة المستعمرات. الخزانة البريطانية كانت تعاني من ثقل نفقات الحرب العالمية الأولى ونتائجها، والتكاليف الباهظة التي ترتبت على الحملة العسكرية لإخماد ثورة العشرين، كانت حملة عسكرية كبيرة جداً لأنها واجهت مقاومة عنيفة جداً، فهذه أدت إلى يعني تكاليف باهظة جداً، تسببت في أزمة اقتصادية ومالية وانهيار الأسعار. انخفض سعر الجنيه الاسترليني بنسبة 27% نسبة إلى الدولار، وهذا أدى إلى تدهور الوضع الاقتصادي في بريطانيا، وهي عوامل دفعت الرأي العام البريطاني إلى المنادات بوجوب الجلاء من العراق. في هذا الإطار، إطار مراجعة السياسة الخارجية المتعلقة بشؤون المستعمرات، قررت الحكومة البريطانية إحداث تعديل جوهري على سياستها إزاء المستعمراتها. كان هناك طبعا الأجهزة، ثلاث أجهزة مسؤولة عن الشؤون المستعمرات، تمثلت في وزارة الهند ووزارة الحرب ووزارة الخارجية. هاي التعديلات تطورت إلى شيء واحد، وهي الحاق كل هذه السياسة وحصرها في وزارة المستعمرات التي كلف بها وزير الحرب السابق تشرشل، الذي تحول إلى وزير المستعمرات. فتشرشل أول عمله هو أنه أنشأ قسم للشرق الأوسط في وزارة المستعمرات هذه، وقرر واستدعى لورنس اللي هو لورنس العرب ليكون أكبر مستشاريه، وقرر بإقامة مؤتمر في الشرق الأوسط يتعلق بقضيتين. خصص هذا المؤتمر قضيتين، هي قضية العراق وقضية القدس. عقد مؤتمرين في الحقيقة في القاهرة والقدس، في 21 في بالنسبة لمؤتمر القاهرة سمير رميس في 21/2/1921. كان هدف المؤتمر هذا، مؤتمر القاهرة، هدف إلى هدفين.
الأول خفض النفقات البريطانية اللي يتطلبها وجود الإدارات والحاميات البريطانية في الشرق، وثانيا مراجعة الوضع البريطاني في مناطق المشرق العربي ووضع خطط استعمارية موحدة لمستقبل السياسة البريطانية في تلك المناطق وإعداد الطرق الجديدة لإدارتها بمردود أكبر ونفقات أقل، وخاصة لحل السياسات المتضاربة الجديدة بمردود أكبر. كان هناك كما نعلم يعني أكثر من قضية، كانت هناك مراسلات مكمهون في العام 1915، اتفاقية سايكس بيكو عام 1918، ووعد بالفور 1916 عفوا، ووعد بالفور في عام 1917، مقررات سان ريمو وكذا. فكانت كل هذه الأشياء بحاجة إلى تنسيق وإلى تعديل، وإضافة إلى يعني ترتيب الأوضاع كما قلنا في هذا الشأن. اجتمع تشرشل بممثلي بريطانيا وقادتها العسكريين والسياسيين، وجمع خيرة الخبراء بريطانيا في المنطقة من مستشرقين وضباط وضباط استخبارات وموظفين إداريين، وبلغ عددهم 40 شخص، حتى هو قال عنهم في المؤتمر يعني سماهم علي بابا والأربعين حرامي، هو سماهم هكذا. ودعا أيضا شخصيات مهمة من ضمنهم بيرسي كوكس ولورد جورج لويد وطبعا لورنس، إضافة إلى المس بيل اللي هي كما يسموها في العراق الخاتون. انعقد المؤتمر في الأسبوع الثاني من آذار في فندق سيميرميز كما قلنا، واستمر أسبوعين. شكل المؤتمر من 3 لجان، لجنة المالية، لجنة العسكرية، ولجنة سياسية، وترأس تشرشل اللجنة جلسات المؤتمر، ولعب لورنس الدور الرئيس في هذا المؤتمر. كما قلنا تضمن جدول الأعمال 3 مواضيع، هي موضوع الالتزامات البريطانية في ساحل الإمارات المتصالحة على شاطئ عدن، الخليج وعدن، موضوع العراق، وموضوع فلسطين وشرق الأردن، إلى جانب مسائل عسكرية ومالية أخرى. بالنسبة للعراق، تقرر إنهاء الحماية على العراق وأن يصبح فيصل الأول ملك على مملكة العراق الجديدة، كما وضعت في المؤتمر خطط ترتيبات دفاعية جديدة في العراق، ورسم المؤتمرون الخطوط الرئيسية للمعاهدة التي سيجري التفاوض في شأنها مع حكومة العراق المستقبلية، إضافة طبعا إلى بحث وضع الأقليات الأكراد والآثوريين والأيزيديين وغيرهم. طبعا شارك في المؤتمر بعض الزعماء العراقيين، جعفر العسكري وزير الدفاع في وزارة عبد الرحمن النقيب، وساسون حسقيل وزير المالية. مؤتمر القاهرة كان من أهم المؤتمرات لأنه حدد السياسة البريطانية في الوطن العربي، ثم هو في الحقيقة وضع الترتيبات النهائية لتجزيء المنطقة وبقائها على وضعها الذي نعرفه الآن. العراق خضع منذ عام 1918 للسيطرة العسكرية البريطانية، وبدأت يعني مرحلة جديدة من مراحل الإدارة البريطانية اللي تميزت بدراسة كافة الأوضاع. درست بريطانيا كافة أوضاع العراق الاقتصادية من هذا التاريخ، الأوضاع الاقتصادية السياسية في العراق، بنيته، مكوناته المدينية والريفية، وطبيعة العلاقات الاجتماعية. تم جمع كل هذه المعلومات من قبل رجال الاستخبارات ورجال الآثار واللي توافدوا على العراق منذ نهاية القرن 19. العراق كان موضع اهتمام خاص بالنسبة لبريطانيا لأكثر من سبب، من ضمن طبعا كما تعرفون النفط الذي أصبح هو العامل الأبرز في تحديد أهمية البلدان، ومنها وفي القلب منها العراق. المصالح التجارية كانت مهمة جدا بالنسبة لبريطانيا، فجاء في تقرير رئيس البنك الشرقي البريطاني ردا على الأوساط المطالبة بانسحاب الجيوش البريطانية من العراق عام 21، أنقل النص، قال إن شركاتنا تستحوذ على أكثر من 10 ملايين باوند من المستوردات العراقية، وشركاتنا الأخرى تلعب الدور الأكبر في صادرات العراق التي نتوقع أن تأخذ بالازدياد، ثم إن شركات الشحن البريطانية تنقل هذه التجارة وتلك، وأخيرا فإن بنوكنا تمول كل تجارة العراق الخارجية. أضف إلى هذا أن الموقع الاستراتيجي الجيوستراتيجي للعراق كان مهم جدا، وكما تحدث الدكتور الأستاذ الفاضل، اللي يتحكم في العراق يتحكم، وكما نرى الآن
يعني جورج بوش عندما غزا العراق كان هذا الغزو مدعاة بداية لانهيارات كبيرة في المنطقة العربية، يعني لم تقف حتى الآن ولا يعلم أحد أين ستقف. اختيار الأمير فيصل تم حقيقة، هناك المصادر تقول أن اختيار بريطانيا للأمير فيصل تم حتى قبل مؤتمر القاهرة، يعني استدعي الأمير فيصل إلى لندن وتم طبعا عرضوا عليه يعني أن يكون ملك على العراق، وهو يعني كما تقول بعض الوثائق كان في البداية مترددا، وبعد ساعات من البحث والحوار والكذا وافق على أن يكون ملك. المهم إذا نفهم أسلوب تفكير بريطانيا ولماذا اختارت الملك فيصل، كانت ترى يعني بريطانيا كانت ترى في الشخص الذي ترشح لعرش العراق هو ذلك الشخص الذي يفتقر إلى القوة الحقيقية ويعتمد في بقاء الحكومة البريطانية. كانت هكذا تفكر بريطانيا في أنها تأتي بشخص يعني يعتمد عليها ولا يملك من مقومات القوة الحقيقية. لذلك اعتقدت بريطانيا أن الأمير فيصل حليف بريطانيا خلال الحرب والذي خسر العرش في سوريا أصبح الآن مستعدا لأن يقبل أي شيء يعرض عليه. لذلك قوبلت فكرة ترشيح فيصل بالتأييد والمؤازرة في لندن، وقد جرت مفاوضات بين فيصل وبريطانيا تضمنت أشياء، منها أنه تعترف الحكومة البريطانية باستقلال المملكة العراقية وتتعهد بإلغاء الانتداب ومساعدة العراقيين في تأسيس حكومة وطنية، وأن تعقد معاهدة ولاء وتحالف بين الحكومتين البريطانية والعراقية تحصل فيها الحكومة البريطانية على بعض المزايا الاقتصادية. المهم بعد هذا الاتفاق سعت بريطانيا إلى عقد مؤتمر القاهرة الذي تحدثنا عنه. من بين الوثائق البريطانية التي يعني أفرج عنها أنه يعني تتكلم كثيرا عن الحوارات التي جرت بين تشرشل وبين الشقيق الملك فيصل عبد الله، وكيف أنه أمكن يعني إزاحة عبد الله وإعطاء الملكية إلى فيصل. أشياء كثيرة يعني ما نذكرها الآن، ولكن أنهم بذلوا جهد كبير في أنه يضعون فيصل في هذا، وحتى أن بيرسي كوكس يقول يعني حضر مؤتمر القاهرة كان يقول أنه هو يأمل كثيرا أنه يعني ينتخب فيصل. هو في كلام كثير عن الملك فيصل وهو مهم جدا، لكن أنا أحب أعرج على بعض الأمور التي يعني 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 يهمنا أن نقف عدها في قضية تأسيس الدولة العراقية. من بين الأشياء التي جرى الكلام عنها جرى تشكيل جيش عراقي قوامه 15,000 جندي وضابط وكذا، وإناطة الأمن الداخلي به. طبعا الحديث عن الجيش يخليني أتوقف وقفة بسيطة وسريعة عند قضية الضباط العراقيين في الخارج في سوريا تحديدا. هذا الموضوع يعني ينبغي أن يكون يأخذ حقه من الاهتمام. أنا ما راح أتعدى على الدكتور في زاويته، ولكن موضوع الضباط العراقيين عندما نقرأ في دراسة مستقلة نجد أن هذا شيء يعني فعلا ينبغي التوقف عنده، لأنه معظم الضباط الذين دخلوا إلى سوريا مع الأمير فيصل كانوا عراقيين. 90% من الضباط من جيش الحجاز كان عراقيين، وثلثين الجنود كانوا عراقيين. هناك يعني عدد يقول أن هناك كان 300 إلى 400 ضابط من قوات الجيش في 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 سوريا. السؤال هنا المحوري، أين ذهب هؤلاء؟ بمعنى نحن نسمع دائما الحديث ليس يعني طائفي، ولكن نحن نسمع من يقول أن البعض يعني تأسف لأنه شارك في ثورة العشرين وأنها سرقت النتائج ثورة العشرين وأعطيت لآخرين، لكن عندما والبعض يغمز من قناة الوطنيين العراقيين فيقول أن الجيش في العراق لعب دور كبير في خاصة في أثناء الفترة الملكية لعب دور كبير في السياسة. والحقيقة أنه الجيش كان له حضور كبير، وعندما نقرأ دور الجيش العراقي دور الضباط العراقيين نرى أنهم وضعوا الحجر الأساس ربما لثورة العشرين.
يعني ساهموا مساهمة كبيرة من خلال مراسلاتهم واتصالاتهم بمعظم زعماء العراق، شيوخ العشائر والقبائل، كل أنحاء العراق. شاركوا هؤلاء الضباط من خلال أشخاص معينين محددين بالأسماء، وآخرها طبعا كما نعلم تلعفر، عندما كانت هناك محاولة في 4 حزيران، وهو ذات الشهر الذي اندلعت فيه ثورة 20. نقول أنه يعني عندما نشهد مشاركة وطنية لضباط الجيش العراقي أثناء الفترة السياسية التي عقبت قيام النظام، هذا أمر مهم يدعونا إلى التساؤل عن الدور الحقيقي الذي لعبت القوى الوطنية الحقيقية في ثورة 20، والادعاءات الأخرى التي تقول أن هذه الثورة طائفية وأنها كانت بنتائج معينة. أنا ما أريد أدخل في إطار معين ما أتكلم عنه، لكن هذا موجود بحيث أنه هناك من يغمز في قناة إما ثورة 20 ويقول أنها منسوبة إلى جهة معينة، أو يقول أو يعيب على الضباط العراقيين تدخلهم في الشأن الوطني أو السياسي. رشيد علي الجيلاني طبعا نعلم هو ومجموعة من العقداء اللي قاموا بها، وأدوار كثيرة قامت وأخرى. العراقيين قبل، مثل ما تفضل الأستاذ، يعني كانت ولايات، لم تكن هناك دولة. الدولة المركزية قامت بالفعل بعد ما تأسست في التأسيس الحديث 1921، لكن هل يمكن أن نقول، هذا سؤال أنا أطرحه لا أجزم به ولكن أنا أميل إليه، هل يمكن أن نقول أن قيام الدولة في العراق بشكلها اللي قام ساهم في تعميق الشرخ الوطني أو الاجتماعي داخل العراق؟ وهل تأسس شخصية وطنية عراقية بالفعل بعد قيام الدولة أم أنها ضعفت؟ لأنه بريطانيا عندما أقامت الدولة في العراق لم تراعي، لم تهتم كثيرا، بل شككت في شرعية الدولة العراقية من خلال الإيحاء بأن العراق بلد منقسم على نفسه وبأن هناك انقسامات في الداخل. هل العراقيين، يعني العراقيين عندما كانوا قبل الدولة كانوا يتصرفون بمنطق أنه لا توجد قيادة معينة، هل قيام الدولة واستناد الحكم إلى جهة معينة أو هكذا يقال، هل ساهم في تعميق الانقسام أم هل هناك شخصية وطنية عراقية؟ ما نشهد اليوم تراكمات الزمن على المدى البعيد قد يؤشر إلى هذا، ونترك هذا الأمر إلى البحث المطول. شكرا لكم. لعلنا في المداخلات والأسئلة بعد انتهاء الباحثين نعرف الإجابة عن هذا التساؤل. شكرا للدكتور فالح الخطاب، وبحق لقد أفلح الدكتور فالح في اغتنام الوقت، واستطاع أن يقدم منجزا بإيجاز وافي، فشكرا له مرة أخرى. مسك ختام هذه الندوة مع الدكتور مثنى حارث الضاري، الأمين العام لهيئة علماء المسلمين، الذي قدم ورقة بحثية عنوانها الحركات العسكرية في العراق، في شمال العراق وجنوب تركيا، في محاولة إعادة استئناف الثورة، فليتفضل مشكورا. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وآله، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان الورقة هو الحركات العسكرية شمال العراق وجنوب تركيا لمحاولة استئناف الثورة. والورقة لن تتحدث عن موضوع التحركات العسكرية بحد ذاتها كعمليات عسكرية، لأنه لم تقم هذه العمليات العسكرية، فهو ليس حديثا في تفاصيل العمل العسكري، وإنما في النيات التي كانت منعقدة في ذلك الوقت لإعداد عمل عسكري لإعادة استئناف الثورة وبدئها من جديد بعد استطاعة قوات الاحتلال البريطاني الإجهاز عليها في أواخر عام 1920. وفكرة الورقة تنبع من أن هناك نقاط مهمة في تاريخ ثورة 20 لم تسلط عليها الأضواء بالشكل الكافي، ولعل الحديث الذي استمعنا إليه من الدكتور عدنان عن المجلس التأسيسي ومن الدكتور فالح عن مؤتمر القاهرة تؤكد هذه الحقيقة. جوانب عديدة قبل الثورة وفي أثنائها وبعد الثورة حرية بالدرس، لأنها تكشف لنا نقاطا خفية كثيرة من تاريخ هذه الثورة
وهذه الدراسة مهمة جدا لأنها تزيل كثيرا من الأوهام والأخطاء التاريخية. التركيز دائما كان على تفاصيل الثورة بعد 30 حزيران، وذلك لأن الثقل العسكري للثورة كان في هذه المدة، ولكن هناك أعمال عسكرية كبيرة شكلت انطلاقة الثورة. فالثورة بدأت سياسيا في شهر نيسان، ثم انطلقت عسكريا في نهاية شهر 5، وتوجت في تحرير تل العفر في شهر حزيران، في بداية شهر حزيران، ثم بعد ذلك تجددت في الفرات الأوسط في 30 حزيران في ثورة الرميات، ثم اندلعت المعارك الكبيرة المعروفة والمشهورة في الثورة. فأخذ الثورة بهذا الإطار بهذا السياق يؤكد أن هذه الثورة كما اتفق الإخوة ثورة عراقية وطنية خالصة، بل ثورة عربية ذات أبعاد كثيرة جدا كما سنكتشف بعد قليل. النقطة الثانية في موضوع فكرة الورقة هو بيان الصلات العربية بين الولايات العربية في ذلك الوقت. فالعراق لم يكن وحده منقسما على ثلاث ولايات، كان نظام الولايات العثماني هو الطاغي في البلاد العربية، وهذه الولايات للتو بدأت توضع تحت الهيمنة البريطانية والفرنسية، فلم تكن الحدود الطبيعية موجودة، ولم تكن الحدود السياسية مشكلة بذلك في ذلك الوقت بالشكل الذي يحد من التحركات بين أبناء هذه الولايات. فكان هناك تواصل وتعاون في إطار هوية قديمة وهي الهوية العثمانية، وبداية تبلور هوية عربية جديدة على قسمين: هوية عربية جديدة تنزع إلى التعاون واستئناف الهوية الجامعة بصيغة وطنية عامة، وهوية أخرى استغلت زاوية معينة للانحراف بالبوصلة إلى خلافات جانبية وإنشاء معارك تأثراً بالظروف السياسية في تلك المرحلة. النقطة الثالثة هو إيضاح فكرة مهمة جداً تطرق إليها الدكتور فالح في نهاية بحثه، وهي موضوع الضباط العراقيون الذين كانوا في حكومة فيصل أو ما يعرف في وقتها بالثورة العربية الكبرى. وهؤلاء الضباط كان لهم أثر كبير ليس في العراق فقط، وإنما في سوح المقاومة في بلدان كثيرة. فمثلا الضباط الذين كانوا مع الأمير فيصل في حكومة فيصل وشاركوا في المعارك الفاصلة، بل كانوا يقودون جيش الأمير فيصل، قد انتقلوا من ساحة معركة أخرى وهي الساحة الليبية. فجعفر العسكري على سبيل المثال كان أحد القيادات البارزة مع الشريف أحمد السنوسي في وقتها، ومع عدد من الضباط العثمانيين الكبار في معارك عام 1911 إلى عام 1913 في ليبيا. ثم بعد ذلك انتقلوا إلى سوح عثمانية أخرى، ثم استقروا أخيرا مع فيصل، ثم استقروا أخيرا كما سمعنا من الورقتين السابقتين في المملكة العراقية. هؤلاء الضباط كانت لهم امتدادات واسعة وكبيرة جدا، وانقسموا على اتجاهين: اتجاه سار بعد ذلك بعد فشل ثورة العشرين وبعد انتهاء حكومة فيصل وانتقال فيصل إلى العراق، ذهبوا إلى جنوب تركيا وتحديدا في ديار بكر، وقسم كبير منهم استقر في أورفا، وقسم آخر انتقل إلى العراق وعمل مباشرة مع البريطانيين ومع حكومة الملك فيصل. ثم عاد هؤلاء الضباط بعد أن جربوا تجربة مهمة جدا هي صلب هذه الورقة. بعد انتهاء الثورة ضباط الموصل وضباط صلاح الدين وضباط أو ما يطلق عليها صلاح الدين تكريت وسامراء وضباط آخرين من بغداد وبعض شيوخ العشائر وتحديدا من المنطقة الشمالية وكثير من الوطنيين من أبناء الموصل وسامراء وتكريت وبغداد وممن كانوا أيضا مع حكومة فيصل رفضوا التعاون مع البريطانيين بعد احتلال العراق وانتقلوا إلى جنوب تركيا. في تلك المرحلة كان الشريف السنوسي قد انتقل نتيجة ضغوطات الحرب الإيطالية العثمانية منفيا إلى الدولة العثمانية، واستقر في مرحلة من المراحل في أثناء حرب التحرير التركية ضد البريطانيين والفرنسيين واليونانيين في جنوب تركيا وتحديدا في مرسين، وفي مرحلة من عمره استقر في ديار بكر وتحديدا في مدينة أورفا. هناك التقى بمن؟ كلف بمهمة في ذلك الوقت وهي التواصل مع القيادات العربية والعراقية تحديدا للتشاور في وضع السبل المناسبة لإعادة استئناف الحركات العسكرية شمال العراق لمشاغلة القوات البريطانية.
لأنه كما تعرفون الدولة العثمانية في ذلك الوقت كانت منشغلة بمعارك كبيرة جدا، والبريطانيون كان يهمهم تماما تحييد الدولة العثمانية في ذلك الوقت وعدم الحيلولة دون استفادة الثوار العراقيين من جهودها في إحياء ثورة 20. فالتقى هناك كما تدل الوثائق، وأول من ذكر هذه المعلومة طبعا بالتفصيل وبالوثائق والضابط العراقي المعروف تحسين علي العسكري، الذي كتبت أو نشرت مذكراته قبل سنوات وفيها تفاصيل كثيرة، والطبعة الأولى استفاد منها كثير من الباحثين ومنهم الدكتور قحطان التلاعفة الذي ذكره الدكتور عدنان نذير، وبرز هذه الجزئية لعلاقتها بمعركة تحرير تلعفر. تحسين علي وثق لنا اللقاءات التي تمت بين الشريف السنوسي والشيخ جيم السعدون والشيخ ضاري المحمود والشيخ عجيل الياور وكثير من أهالي الموصل، أذكر على سبيل المثال وتكريت وسامراء، أذكر منهم سعيد الحاج ثابت ومحمد النقيب وعبد الرزاق منير وفائق منير ويوسف العزاوي وما إلى ذلك، هذه نماذج أسماء فضلا عن شخصيات عشائرية أخرى. هؤلاء تشاوروا على إعادة بعث ثورة 20 من خلال تشكيل قوة عسكرية كبيرة جدا مدعومة ماليا وعسكريا وبالسلاح أيضا من الجانب التركي، تقوم أولا على أساس إثارة نوازع التحرر وإثارة المواطنين وبث الدعايات المؤيدة لثورة 20 أو للتحرر من بريطانيا في مدينة الموصل بحسبانها المدينة الأكبر في ذلك الوقت ومنطلق هذه الثورة ومحط الخلاف عليها في ذلك الزمن كما سمعنا من الدكتور عدنان. ويقود هذه الثورة شيوخ العشائر والضباط الذين انسحبوا من دير الزور والبوكمال والرقة والمدن العراقية الأخرى واستقروا في جنوب تركيا، ويعطي الشريف السنوسي هذه الثورة أو هذا التحرك البعد الروحي الذي يتمتع به، لأن الشريف السنوسي كان أشهر شخصية عربية مسلمة ذات بعد قومي تنقلت في جهادها من ليبيا في المغرب إلى مشرق العالم الإسلامي، وأيضا كان مطروحا كمقترح من الأتراك في ذلك الوقت، وأيضا لقي بعض الاستجابة إلى حد ما عند البريطانيين، ولكن بناء على نظرية القوة والضعف رأوا بأن السنوسي قوي جدا بتاريخه وتراثه والحركة السنوسية والدعم العثماني فضلا عن الدعم العربي في العراق، طرح أيضا أن يكون ملكا على العراق، ولكن كانت حظوظه ضعيفة في هذا المجال بسبب الساند في ذلك الوقت وهي تركيا لم تكن بالقوة الكافية، اختير أخيرا فيصل أميرا على العراق. وضعت القواعد الأولى لهذا التحرك، ولكن للأسف لم تستطع الحكومة التركية في ذلك الوقت بسبب ظروفها الداخلية وانشغالها كما قلنا بحروب التحرير فضلا عن انقسام الطبقة السياسية التركية في ذلك المجال إلى اتجاهين، اتجاه استقر في إسطنبول واتجاه آخر استقر في أنقرة بناء على سياسات داخلية فضلا عن ضغوطات خارجية. هذا الانقسام، هذا الضعف، خروج تركيا أو الدولة العثمانية في ذلك الوقت من الحرب العالمية الأولى منهزمة، أدى إلى عدم قدرتها على تلبية هذه المطامح التي كانت تحقق مصلحة تركيا أيضا في تخفيف الضغط البريطاني الذي كما ذكر الدكتور عدنان نذير لم يلتزم بالمعاهدة في عام 1918. وكتب احتلال العراق الموثقة أو المؤرخة من مؤرخين بريطانيين، مكتوبة من مؤرخين بريطانيين، تذكر بأنه كانت هناك حدود لتقدم قواتنا، ولكن جاءت الأوامر بالتقدم أكثر، بدأ الطمع حتى بجنوب تركيا تجاوز الموصل والدخول إلى الأراضي التركية. كل هذه العوامل أدت لاتفاق المصالح بين الأتراك في ذلك الوقت والثوار العرب من أجل إنشاب معركة لوقف التقدم البريطاني أولاً ومحاولة إعادة ثورة 20 وتحرير العراق. لم تنجح هذه للأسف، ولكن كانت العواطف قوية جداً، من ذلك على سبيل المثال أنه بعد تحرير تلعفر مباشرة، ولاحظوا التداخل في ذلك الوقت بين الثوار من مختلف المناطق، أن الشريف السنوسي يبعث رسالة من هنا من الستانة إلى ثوار 20 الذين حرروا تلعفر يدعوهم إلى التعاون من أجل الهدف الأعظم للجميع وهو طرد المحتلين جميعا من أرض الإسلام، منوها في هذه الرسالة بالجهود التي بذلها هؤلاء الثوار ومذكرا بالمعاني الشرعية للجهاد ومقترحا بعض ما يمكن أن يفعل بعد النصر إذا ما تحقق. طبعا هذا المصدر هو تحسين علي وثورة تلعفر والحركات الوطنية في منطقة الجزيرة للدكتور قحطان التلعفري. وأيضا يقول الأمير شكيب أرسلان أمير البيان في أثناء ترجمته للسنوسي، وهو قد زار السنوسي في ذلك الوقت في مرسين واطلع على كثير من الهموم والآمال التي كان يعول عليها في قضايا كثيرة ومنها قضية
العراق. يقول: لما دخل الحلفاء الاستثانة أقام ببروسا، ثم لما احتلتها اليونان تحول منها إلى قونيا، ثم ذهب إلى حدود العراق العربي داعيا إلى الوحدة الإسلامية. هذا من حاضر العالم الإسلامي، أو تعليقات شكيب أرسلان على حاضر العالم الإسلامي. ثم أعقب ذلك التفاهم الذي تحدثنا عنه. من المظاهر المهمة في هذا الموضوع أن الضباط الذين انسحبوا من عانة ودير الزور والرقة إلى ديار بكر وأورفا كما ذكرنا قبل قليل، القسم الأكبر الذي انسجم مع هذه الرؤية الجامعة لإنشاب معركة جديدة رفض التعامل مع حكومة الملك فيصل في العراق مباشرة، بخلاف ضباط آخرين لم ينسحبوا إلى جنوب تركيا وإنما انضموا إلى هذه الحكومة مباشرة. وهذا يرجعنا إلى خلاف أساسي داخل في بنية هؤلاء الضباط. وأنا أؤكد على ما قاله الدكتور فالح أن موضوع الضباط الأحرار، عفواً الضباط في الثورة العربية ثم في حكومة الأمير فيصل في دمشق تحتاج إلى دراسات موسعة لاكتشاف كثير من المعلومات. فبعضهم كتب مذكرات من زمن متقدم كجعفر العسكري وغيره، ولكن قسم آخر كتبت في وقت متأخر كتحسين قدري على سبيل المثال الشامي العراقي وتحسين علي العسكري، فضلا عن مذكرات أخرى لم تكتب أو لم تنشر إلى هذه اللحظة، وفيها كثير من القضايا كما اكتشفنا في هذا الموضوع. كان هناك خلاف بين تيارين، تيار ينزع إلى الاستفادة من البريطانيين ولكن بخوض المعركة بناء على رؤية عربية لتأسيس دولة عربية أو مملكة عربية كما يطمحون في سوريا أو في العراق، وتيار آخر كان يعي تماماً بأن هناك محددات بريطانية لهذا الموضوع، لذلك كانت المعارك التي يقودها أو يشارك فيها محددة بسقوف زمانية ومكانية ومحلية وليس من أجل إنشاب معركة. هذا الخلاف طبعاً تطور، كان يقود الاتجاه الأول مولود مخلص ويقود الاتجاه الثاني جعفر العسكري وآخرين معه. هذا الخلاف أدى إلى الانقسام بعد ذلك، بعد خروج فيصل من سوريا وذهاب إلى العراق فانقسموا إلى قسمين. القسم الأول ذهب كما قلنا إلى جنوب تركيا لمحاولة إحياء الثورة من جديد. هذه هي مجمل التحركات العسكرية. بقيت نقطة مهمة ولكن الوقت أدرك، أن جانبا من هذه التحركات والمخاوف البريطانية الكبيرة منها لم تكتشف إلا قبل سنوات عندما أفرج عن الوثائق البريطانية وبالتحديد المراسلات الخاصة بين المندوب السامي في العراق ووزارة الخارجية لشؤون المستعمرات، وطبع جزء منها في بغداد قبل حوالي 6 سنوات في بيت الحكمة يترجم أو يوثق للسنوات من 1918 إلى 1921. نكتشف كما كبيرا من البرقيات السريعة تتابع حركة هؤلاء الضباط وشيوخ العشائر وعجم السعدون وضاري المحمود والشريف السنوسي يوسف السويدي، حركة الضباط العثمانيين الذين جاءوا إلى بغداد وبدأت مراسيلهم تصل حتى إلى الأعظمية والكاظمية لإعادة إحياء الثورة، تتابعهم خطوة خطوة وتذكر تخوفها من أن هذا التحرك العربي يتفق مع آمال القبائل والعشائر الكردية، بل بدأ أصبح محورا واضحا جدا في هذه البرقيات التخوف من التحركات الكردية في شمال العراق، ولا سيما بعد أن نجح الشريف السنوسي في حسم الخلاف بين العشائر الكردية في ديار بكر بعد أن كلف من قبل مصطفى كمال أتاتورك في وقتها بأن يذهب لحل هذا الإشكال بين الطرفين لأنه سيؤثر على جهود الدولة العثمانية في الدفاع عن حدودها الجنوبية. فذهب الشريف السنوسي وأصلح بين الطرفين، بل مهد للطرفين للتعاون مع عرب وأكراد العراق لإعادة الثورة من جديد. البرقيات تؤكد على أن هناك تخوف حقيقي بريطاني في تلك المرحلة من هذا الأمر. فماذا عملوا؟ جاء مؤتمر القاهرة. عندما عقد مؤتمر القاهرة انتقلوا من خيار تسليم العراق إلى حكم مباشر، أو هذا خيار عفوا كان مطروحا، إلى خيار آخر وهو قيادة العراق من خلال واجهة عربية بقيادة بريطانية. وللأسف بعض الولايات العربية التي قامت في ذلك الوقت بالتعاون مع البريطانيين بدأت ترسل رسائل كما تثبت هذه الوثائق تنصح من جيران العراق، تنصح بعدم تسليم العراق لحكومة عربية خالصة، وتقترح على بريطانيا أن أفضل حل هو حكومة بريطانية مباشرة حكم مباشر، أو
حكومة عربية مع مستشارين بريطانيين يسيرون هذه الحكومة، وهذا ما حصل كما تعرفون لا في العراق فقط وإنما في بلدان أخرى. بارك الله فيكم وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا للدكتور مثنى على هذا العرض المتميز المتسق مع الوقت. في الختام أتوجه بالشكر الجزيل إلى الأخوة القائمين على مركز الرافدين للدراسات الاستراتيجية راسام، والشكر كذلك للباحثين كل باسمه وصفته على ما قدموه من جهد كبير، والشكر موصول لكم سادتي الأفاضل، وآمل أن نلقاكم في نشاطات ومحاضرات وندوات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.